يصل اليوم معالي السيد عبد الكريم الدغمي رئيس مجلس النواب الأردني الشقيق على رأس وفد نيابي رفيع المستوى في زيارة رسمية لمملكة البحرين بناء على دعوة كريمة من معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب. ومن المزمع أن تتخلل الزيارة انعقاد جلسة مباحثات رسمية مشتركة بين الوفد الأردني ومجلس النواب. للحديث أكثر عن هذه الزيارة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة النائب علي زايد النائب الثاني لرئيسة مجلس النواب. مساء الخير سعادة النائب، وبعد التحية لو تحدثنا عن أهمية هذه الزيارة وأهم الموضوعات التي من المزمع أن يتم طرحها خلال هذه الجلسة للمباحثات المشتركة بين الجانبين. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا أنا أحييكم وأشكركم على هذه الاستضافة اللي نسلط فيها الضوء على زيارة يعني وفد رفيع المستوى أردني من برئاسة معالي السيد عبد الكريم الدغمي رئيس مجلس النواب الأردني الشقيق. ويأتي هذا الوفد النيابي في زيارة رسمية بدعوة كريمة من معالي الرئيسة فوزية زينل، وهذه تشهد العلاقات البحرينية الأردنية على كل المستويات والعلاقات المتنامية، يعني علاقات متنامية ومتطورة، لأن ما يربطنا بالمملكة الأردنية الهاشمية علاقات وفيدة وكبيرة وقديمة تترسخ على مر الزمن. طبعا هذه العلاقه لها دعم كبير، استحظى في هذه العلاقه دعم كبير من القيادتين الشقيقتين من جلاله الملك المفدى الله يحفظه ويرعاه واخي جلاله الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكه الاردنيه الهاشميه الشقيقه الله يحفظه ويرعاه. طبعا هناك زياره وفيها يعني كثير من الفعاليات اللي راح تكون. المقرر انه يكون الوفد البرلماني الاردني يعني هناك عقد جلسه مباحثات رسميه مشتركه بتروح راح تكون بكره الاثنين ان شاء الله في مجلس النواب برئاسه معالي الرئيسه فوزيه زينل، وستكون من خلالها توقيع اتفاقيه تفاهم مشتركه تعزيز يعني لسبل الدعم وتطوير العلاقات المشتركه البرلمانيه. نعم. وهذه طبعا يصب في صالح البلدين الشقيقين، راح يكون يعني تفاهم وتبادل وتنسيق في المجالات التشريعيه خاصه في المحافل الدوليه، راح تكون هناك استفاده مشتركه وتبادل خبرات، نوحد الرؤى مع المملكه الاردنيه الهاشميه في كل القضايا اللي تخدم وتهم البلدين الشقيقين. طبعا هناك راح يكون هناك طبعا لقاءات ثنائيه مع معالي السيد علي الصالح رئيس مجلس الشورى، اضافه الى اجراء يعني كثير من اللقاءات المشتركه مع كبار المسؤولين. وهذه الزياره رفعت مستوى يعني تكتسب اهميه كبيره لما تتمتع به البلدين من علاقات اخويه قديمه وراسخه تتطور وتقدم مع مرور الايام. نعم سعاده النائب علي زايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.